السلام عليكم. النهاردة حكايتنا عن أسطورة المنتخب الإنجليزي السير روبرت شارلتون، والمشهور باسم بوبي شارلتون. بوبي شارلتون من مواليد 11 أكتوبر 1937 في أشينغتون نورثمبرلاند في إنجلترا. لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، وكان أحد أشهر لاعبي مانشستر يونايتد. طبعا كان ضمن منتخب انجلترا لكرة القدم الفائز بكأس العالم 1966، وفي نفس السنة اختير كأفضل لاعب في قارة أوروبا. شارلتون بدأ مسيرته الكروية مع نادي مانشستر يونايتد في عام 1954، ولعب معهم لحد 1973. في الفترة دي شارك في 604 مباراة، وسجل خلالهم 199 هدف، ولعب في عام 1973 مع نادي بريستون نورث إند، فضل معاهم لحد 1975. شارك في الفترة دي في 38 مباراة، وسجل خلالهم 8 أهداف، وفي عام 1975 لعب مع نادي ووتفورد يونايتد 31 مباراة، وسجل خلالهم 18 هدف. مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا تحتوي على 106 مباريات، من ضمنها كأس العالم 66 وكأس العالم 1970، وظل متصدر لمدة 45 عام كأعلى رقم قياسي بتسجيله 49 هدف دولي مع منتخب إنجلترا. يعتبر هداف تاريخي حتى قيام وين روني بكسر الرقم ده ب 50 هدف في عام 2015. شارلتون زي ما قلت لك ان هو لعب مع 3 أندية في 20 موسم، وسجل في خلال ال 20 موسم 220 هدف في 673 مباراة، وفاز وقتها بثلاث مواسم بالكاس وثلاث مواسم بالدوري. لو عجبك الفيديو قول لي المرة الجاية نتكلم على أندية أسطورة.